الطلبة الأعزاء، طلاب جامعة ميد أوشن، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا النهاردة في المحاضرة الثالثة من محاضرات مقرر الإعلام الجديد الذي يتم تقديمه في إطار برنامج ماجستير العلاقات العامة بجامعة ميد أوشن. محاضرة اليوم بعنوان الإعلام الجديد وإدارة الأزمات. هنتعرف من خلال هذا الفصل على مفهوم الأزمة والسمات الأساسية التي تميز الأزمة، كذلك سوف نتعرف على الفرق ما بين الحادث والمشكلة والقضية والكارثة والأزمة، كذلك سوف نستعرض العوامل المؤثرة على فهم طبيعة الأزمة ودورة حياة الأزمة وكيفية إدارة القضايا ومواجهة الضغوطات وأساليب التخطيط للاتصال ما قبل الأزمة وفي مرحلة الأزمة وفي مرحلة ما بعد الأزمة، هذا إلى جانب التعرف على معوقات إدارة الأزمات المختلفة. أول حاجة خلونا نستعرض مع بعض مفهوم الأزمة. الأزمة هي خطر متوقع أو غير متوقع. ليه بنقول إنه متوقع؟ لأن في بعض الأحيان الشركة بتكون عندها معلومات مسبقة إنه من الممكن أن تقع أزمات، لذلك إحنا بنتحدث دائما عن مصطلح ما قبل الأزمة، بمعنى أن الشركة يجب أن تعمل على التنبؤ بالأزمات التي يمكن أن تقع فيها والعمل على التخطيط لها مبكرا. طبعا إحنا هنقول إن هو خطر متوقع أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول التي تحد من عملية اتخاذ القرار، بمعنى إن وقوع الأزمة بيجعل الفرد أو الدولة أو المؤسسة بتعاني من حالة من التخبط اللي بتجعل من الصعب إنها تتخذ القرارات بشكل صائب وفي وقت قصير. زي ما احنا شايفين من خلال هذه الصورة، وارن بافيت قال إن تحتاج إلى 20 عام لكي تبني سمعة و5 دقائق لتحطمها، يعني عملية تحطيم سمعة المؤسسة يمكن أن تحدث بسرعة فائقة بعكس عملية بناء وإدارة السمعة. وطبعا ده بيضع على إدارة العلاقات العامة عبء كبير جدا في فهم أهداف المؤسسة ورؤيتها ورسالتها والتنبؤ بالمخاطر والقضايا والمشكلات التي يمكن أن تعاني منها الشركة والعمل على إيجاد حلول لها قبل أن تتحول إلى أزمة. طيب، في مجال العلاقات العامة نقدر نعرف الأزمة على أنها حالة طارئة تواجهها المؤسسات والشركات والحكومات، وهي تتسم بالتعقيد والخطورة والتأثير السلبي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإدارة الأزمات في مجال العلاقات العامة بتشتمل على تحليل الوضع وتقييم المخاطر والعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات اللي بتسمح بالتعامل مع الأزمات بشكل فعال وسريع وبأقل الخسائر الممكن. لذلك فإنه من الضروري على المؤسسات وعلى مستخدميها وعلى رأسهم قسم العلاقات العامة تحديدا أن يستوعبوا الفرق ما بين مفهوم الأزمة والمفاهيم وثيقة الصلة بالأزمة. ما هي هذه المفاهيم؟ أول حاجة، المفاهيم اللي بتتداخل مع الأزمة هو الحادث. يمكن تعريف الحادث على أنه فعل مادي له تأثير سلبي على الفرد أو على المنظمة. يعني على سبيل المثال، لو اشتعلت النيران في أحد المصانع ولكن هذا المصنع كان لديه جهاز إخماد الحرائق وتم التعامل مع المشكلة بسرعة، وهنا هنقول إن نتج عنه بعض الخسائر المادية وربما البشرية، ولكن الشركة تمكنت من التعامل مع المشكلة دي على المستوى الداخلي، وبالتالي لم يتمكن الجمهور الخارجي من التعرف على هذه المشكلة أو على هذا الحادث
ولم تتسرب المعلومات الخاصة به لوسائل الإعلام. فهنا هو بقى في إطار كونه حادث فقط، وإن كان أليم وإن كان فيه خسائر مادية وبشرية. متى يتحول إلى أزمة؟ يتحول إلى أزمة عندما يعلم الجمهور بوقوع هذا الحادث، ثم يتم الحديث حول مدى التقصير الخاص بالشركة، عدم احترام الشركة لحقوق العاملين بها، عدم امتلاك الشركة لجهاز إخماد حرائق، أو عدم مراعاة ضوابط السلامة ومعايير الأمن. هنا تكون هناك حد، يعني أزمة يجب أن تتعامل معها الشركة. من جهة أخرى، فإن حادث بسيط لعميل غاضب يشتكي من منتج مثلا، زي ما قلنا لو واحد اشترى زجاجة أو مشروب غازي ووجد بداخل المشروب ده حشرة، ففي الحالة دي هو توجه مباشرة إلى وسائل الإعلام وبدأ يروج للمشكلة أو الحادث اللي هو تعرض ليه، وهو وجود حشرة بداخل زجاجة المشروب الغازي. وهنا هتكون قضية رأي عام وأزمة حقيقية بتأثر على سمعة الشركة بأكملها، وخاصة إذا كانت مصحوبة بنشر سلبي من وسائل الإعلام. وهنا طبعا الموضوع ممكن يلحق الضرر بسمعة المنظمة، وهنتعرف على بعض الأمثلة بعد قليل على حوادث تحولت إلى أزمات واجهت الشركات في عدد من الدول. المفهوم الثاني وسيق الصلة بالأزمة هو المشكلة، والمشكلة عرفها قاموس بيبستر على إنها صعبة، حالة صعبة تتطلب حلاً، يعني هي أمر جلل بيجب أن نجد حلول له. كذلك فإن المشكلة يمكن تعرفها على أنها حالات تتعقد فيها عوامل متشابكة، وتتصف في الغالب بالغموض، وبتحتاج إلى حلها معرفة أسبابها وتحليل العناصر والظروف المختلفة التي أدت إلى وجود هذه المشكلة. والمشكلة بمعنى آخر تعني عوائق وصعوبات تحول دون الوصول للهدف المأمول، ويؤدي تراكم المشكلات إلى حدوث الأزمات وتراكمها. وبالتالي لو بقيت المشكلة لفترة من دون حل، هنا سوف تتحول إلى أزمة. المفهوم الثالث وسيق الصلة بالأزمة هو القضية. القضية هي عبارة عن موضوع جدلي، يعني موضوع بنجد إن فيه وجهات نظر مختلفة بتدور حول هذه القضية، ما بين مؤيد ما بين معارض، وبالتالي بتتباين فيها الآراء والحلول وحتى المقترحات الخاصة بالحل. وبتظهر القضية نتيجة تطور الخلافات حول مسألة ما، بتنطوي على آراء متعارضة، يعني بنجد فريق مع وفريق ضد. تنشأ القضية نتيجة الفجوة بين سلوكيات المنظمة وتوقعات الجماهير. ولو استمرت القضية لفترة طويلة كمان بدون علاج، هنا هتتحول القضية إلى أزمة، وبيكون طبعا على الشركة إنها تتعامل معه. أهم مؤشر الشركة يجب أن تأخذ به وتعمل على التخطيط المسبق له هو مفهوم القضية، لأن الشركة لو وجدت إن في قضية ملحة بيجب أن يتم علاجها، في هذه الحالة ينبغي العمل على علاجها سريعا، ووضع خطط استباقية للتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمة. بتتشابه القضية مع الأزمة في إن كلاهما بينطوي على تهديد للمنظمة، يعني القضية أيضا تؤثر على المنظمة، ولكن الاختلاف في المدى الزمني، يعني الأزمة بتحدث بشكل غير متوقع.
إنما القضية بتظهر وبتتصاعد حتى تتحول إلى أزمة. لذلك الأزمة بتدفع المنظمة إلى الاستعجال في اتخاذ الإجراءات، وبتتم دايما الأزمة في إطار من نقص المعلومات وعدم اليقين. يعني لو في قضية ما بتواجه الشركة، زي مثلا قضية حقوق العمال، تمام، فهي هنا لسه في مرحلة القضية، هي مشكلة وبتؤرق صفو المؤسسة. ولكن ما أن تتحول إلى أزمة مثلا نتج عن قضية عدم مثلا تقديم الأجور للعمال إضراب، فهنا أزمة حقيقية بتطول سمعة المؤسسة. بنجد إن ممكن بعض المنظمات الحقوقية تتدخل للتعامل مع المؤسسة، وهنجد طبعا إن في عدد كبير جدا من الشركات اللي فقدت سمعتها بسبب مثل تلك الأمور. المفهوم الأخير وثيق الصلة بالأزمة هو مفهوم الكارثة، والكارثة عبارة عن حدث يسبب تدميرا شائعا وأضرارا كبيرة. يعني كارثة بيكون ليها آثار ضارة بشكل كبير جدا على قطاع كبير من الأفراد. ولذلك عرف العلماء الكارثة على أنها حادثة مفجعة مأساوية وبتربك الحياة اليومية بشكل بالغ، وتوقع العديد من الخسائر المادية والبشرية، وبتعمل على تحطيم الموارد المحلية، وبتتسبب في مشكلات تستمر لفترات طويلة. طبعا الكوارث بالذات اللي هي الكوارث الطبيعية زي مثلا الزلازل والبراكين والفيضانات، دي بيكون ليها أضرار سلبية وشديدة الإضرار بالمجتمع، زي ما شاهدنا طبعا من فترة زلزال تركيا واللي نتج عنه كثير من حالات الوفاة، وأضر بمدينة أو بمدن كاملة، وكمان امتدت الآثار السلبية الخاصة به إلى دولة سوريا. وطبعا كانت يعني كارثة إنسانية على كافة المقاييس. ونجد بعدها مثلا على سبيل المثال اللي هي كارثة درنا، واللي تسبب إعصار فيها بإبادة مدينة بأكملها وتقريبا محوها من على خريطة دولة ليبيا. وبالتالي الكارثة بتتسم بمجموعة من السمات، ألا وهي الشدة والقسوة، ونقدر إن احنا نقيس شدة الكارثة من خلال حجم الدمار والخسائر المادية والبشرية والاقتصادية الناتجة عنها. كمان اتساع النطاق واللي بيتوقف على المنطقة الجغرافية اللي تضررت بفعل هذا الأمر السلبي، زي مثلا ما قلنا إن في مدينة بأكملها تقريبا يعني تضررت في دولة ليبيا إلى جانب بعض المدن الأخرى، ولكن دي كانت المدينة الأكثر تضررا، وبالتالي هنا حجم الخسائر كان كبير جدا بشكل لا يمكن وصفه، والأمر ذاته في الزلزال اللي ضرب تركيا وغيرها الكثير من الأعاصير والفيضانات التي أضرت بالمجتمعات على مدار الأعوام الماضية. هنتكلم دلوقتي عن أمثلة على الأزمات التي تعرضت لها الشركات. هنجد إن شركة زي تويوتا، شركة السيارات، عانت من أزمة تصنيع وسحب السيارات في الفترة ما بين عام 2009 وحتى عام 2010. فوجد الركاب أو مستخدمي هذه السيارة أن أنظمة التحكم بالمحركات فيها مشكلة، وبالتالي قامت الشركة بسحب الملايين من السيارات من هذه الفئة من السوق. طبعا الأزمة أثرت على سمعة
تويوتا، واللي المفروض إن هي من الشركات الرائدة والمعروفة في مجال السيارات، وبالتالي تراجعت ثقة الجمهور فيها بشكل كبير جدا. طيب إزاي شركة تويوتا اتعاملت مع الأزمة؟ أول حاجة هي اعتمدت على استراتيجية الشفافية، يعني كانت صريحة مع الركاب وتعاونت مع السلطات التنظيمية لحل المشكلة، وقامت كمان بإجراء إصلاحات شاملة في عمليات التصنيع ومراجعة إجراءات الجودة والسلامة. يعني الشركة لم تنكر أبداً وجود مشكلة حقيقية واجهت عملية التصنيع الخاصة بيها، واتعاملت معاها وسحبت السيارات من السوق. ولكن هنجد إن شركة تويوتا تعرضت لنفس هذه المشكلة مرة أخرى في عام 2014، وطبعا تكرار وقوع الأزمات بيضر بسمعة الشركات بشكل كبير، بينما وقوع الأزمة لمرة واحدة وتجنب تكرارها هنا بيخفض من الإضرار بسمعة المؤسسة. عندي مثال تاني، شركة أوبر. شركة أوبر على سبيل المثال تعرضت لأزمة ثقة فيما يتعلق بعمليات التحرش الجنسي في عام 2017، ففي عدد من الركاب اتهموا الشركة بأن السائقين بيتحرشوا بيهم، وبالتالي هنا اتأثرت سمعة أوبر بشكل كبير جدا، وتعرضت لقدر كبير من الانتقادات بسبب كونها يعني لا تستعلم عن السائقين الذين تتعاون معهم، مما يؤدي أو يتسبب في خطر على الأفراد اللي بيتعاملوا مع الشركة. شركة أوبر في هذا الوقت اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية، زي أن قامت بتعيين مدير جديد للثقة والمسؤولية الاجتماعية، كمان عملت على تحسين سياستها الداخلية، كما قامت بتدريب موظفيها على السلوك المهني، وعملت على زيادة مستوى الشفافية في التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين، بحيث إن أي ضحية تقدر تتعرض لمشكلة تتمكن من الإبلاغ عن قائد المركبة بحيث يتم محاسبته وطبعا إنهاء خدمته في التعامل مع الشركة بشكل فوري. ولكن المثير في الأمر إن المشكلة تكررت مرة أخرى خلال عام 2022 بنفس الكيفية، ولكن حدة المشكلة كانت أكبر، حيث تقدمت 550 سيدة ببلاغات تحرش بسبب سائقي شركة أوبر، وهو ما أثر بشكل كبير على سمعة الشركة، وبدأ الأفراد يتجهوا إلى التعامل مع شركات أخرى ظهرت، وبدأت إن هي تحصد السمعة التي يعني فكرة الترويج للقيادة أو ركوب السيارات مع الغير، هي حصدت الشهرة التي حققتها شركة أوبر، ولكنها حرصت بشكل كبير على الترويج لفكرة الابتعاد عن توظيف يعني سائقين لا يتمتعوا بالكفاءة ولا بالأخلاق، بما لا يضر سمعة المؤسسة طبعا. عندنا مجموعة من السمات اللي بتميز الأزمة. أول حاجة الشك أو عدم التأكد، يعني دايما الأزمة بنجد إن هي بتكون مصحوبة بحالة من الشك، إحنا مفيش عندنا معلومات كافية حول الأزمة، خاصة إن هي بتأتي بشكل فجائي كما أشرنا، وبالتالي أي شخص وهو في حالة الصدمة بنجد إن هو بيتخبط وبيكون غير قادر على اتخاذ قرار صائب، وبالتالي كلما زاد عامل عدم التأكد من المعلومات كلما زادت صعوبة إدارة الأزمة والسيطرة عليها. شركة جالها خبر إن سقطت طائرة خاصة بيها في المحيط، فطبعا الشركة هي بالفعل خسرت الاتصال مع الطائرة منذ ساعة،
فبمجرد وصول خبر زي هذا، هنا الشركة بتبدأ إن هي بتدخل في حالة من الشك، هل فعلا الطائرة سقطت أم أن بها خلل ما، أو إن الطائرة تعرضت للاختطاف وغيرها الكثير من الأمور التي قد تأتي على ذهن القائمين حول إدارة الأزمة، وبالتالي بتظل المسألة عالقة لوقت من الأوقات حتى أن يتم الكشف عن أسباب وقوع هذه الكارثة، والتي تتحول إلى أزمة تضر بمشكلة بسمعة الشركة. طيب احنا بنجد كمان إن في بعض الحوادث التي بقيت حتى يومنا هذا بدون مبرر وبدون أي معلومات واضحة توضح أين ذهبت هذه الطائرات، حتى إن احنا بنجد إن في لغط كبير بيدور حول مثلث برمودا واختفاء الطائرات به، وهي هنا أزمات بتكون مقرونة بحالة من الشك وعدم التأكيد. من السمات المميزة أو المميزة للأزمة أيضا هو عامل التفاعل. التفاعل هنا يعني في عناصر مختلفة بتتفاعل مع بعضها البعض وبتؤثر على خط سير الأزمة، يعني ربما تظن الشركة أنها تعاملت بشكل جيد مع الأزمة التي تعرضت لها وأنها تمكنت من السيطرة على المشكلة بشكل جيد، ولكن ربما أحد التداعيات أو أحد الأمور الجانبية تعمل على تصعيد الأزمة مرة أخرى وزيادة أثرها الضر طبعا، بما يعني يفتك بسمعة المؤسسة لدى الجمهور. من الأمور المميزة للأزمة أيضا هي عامل التشابك والتعقيد. بنجد دايما إن الأزمة بتتأثر بمجموعة مختلفة من الأمور، وهنا بيكون من الصعب الفصل ما بين العوامل المسببة للأزمة، وده طبعا بيضع يعني عبء كبير على إدارة العلاقات العامة في التعامل مع هذه الأزمة والتصرف بشكل حاسم وفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة المؤسسة، زي ما سبق وأشرنا مثلا إلى أزمة شركة تويوتا، واللي اضطرت إن هي تحاسب العديد من الجهات وتعمل على تلميع صورتها الذهنية مرة أخرى لدى الجمهور لكي تسقط مرة أخرى في نفس الأزمة، وهو طبعا أمر أضر بنسب مبيعات الشركة لفترة زمنية ليست بقصيرة. العوامل التي تؤثر على فهم طبيعة الأزمة. طبعا نوع الأزمة ومصدرها من الأمور اللي بتؤثر على فهم طبيعة الأزمة، يعني لو احنا عندنا كارثة إنسانية حدوث زلزال، إمتى يتحول إلى أزمة؟ عندما تعجز الحكومات عن التعامل معه، وبالتالي نجد قدر كبير جدا من الضحايا وتتم عملية إنقاذ الضحايا لفترات زمنية طويلة، وإذا كان هناك تراخي أو تأخر في عمليات الإنقاذ بيتحول الأمر إلى أزمة أكبر وأكثر تعقيدا، متسببا في انتشار فيروسات وأمراض في المناطق المنكوبة، وده طبعا اللي حدث زي ما أشرنا في زلزال تركيا وفي إعصار درنا. هنجد إن كمان الأزمة في الحالة دي بتكون تأثيراتها كبيرة جدا، بتنم عن عدم تخطيط من الحكومة، بتنم عن وجود فشل في البناء أو خطط البناء وخطط التنظيم، زي مثلا تركيا على الرغم من إن هي موجودة في منطقة
منطقة التقاء صحيفتين قاريتين، إلا إن أساليب البناء كانت غير مناسبة تماما لإن هي تواجه الزلازل، بعكس دولة زي اليابان اللي بنجد إن هي بتتعرض للكثير والكثير من الزلازل، ولكن السلامة أو مراعاة السلامة المهنية في الإنشاءات وفي عملية البناء بتجنبها الوقوع في أزمات كما تتعرض لها طبعا الدول العربية اللي عملية البناء فيها بتتم بشكل عشوائي إلى قدر كبير، ولا يتم محاسبة المخالفين على تلك الأمور. كمان الأمور اللي بتأثر على فهم طبيعة الأزمة هي مرحلة الأزمة ومدى تصاعدها. يعني كلما زادت الفترة الزمنية الخاصة بالتعامل مع الأزمة، كلما بتزداد تعقيدا، كلما فرص إيجاد حلول سريعة والتعامل معاها بشكل أفضل بيكون صعب طبعا، وبنجد إن ده بيتسبب في أضرار متتالية تتلاحق وتلاحق الجهات المقصرة في التعامل مع الأزمات. كمان مدى توافر المعلومات والبيانات، كلما تم توافر معلومات كلما تم التعامل مع الأزمة بشكل مهني وبشكل سريع وبشكل أكثر جدية، وكمان بيجنب المؤسسات فكرة فقدان السمعة. المؤسسات هنا مش بس شركات، لا ده شركات ودول وكيانات بأكملها ربما تتعرض لحالة من الانهيار بسبب فشل إدارة أزمة ما. كمان الخبرات السابقة في التعامل مع أزمات مشابهة، يعني شركة تويوتا أول مرة لما تعرضت للمشكلة، تاني مرة كانت أكثر قدرة أو أقدر على التعامل مع الأزمة، ولكن ده لا يمنع فكرة إن هي أضرت بسمعتها. كمان العوامل الثقافية والاجتماعية المحيطة بالأزمة، كل ما أزمة بتحصل يعني في إطار مجتمع واعي ومثقف ومدرك بيكون التعامل مع الأزمة أفضل. طبعا كل ما بيتم التعامل بشكل يعني لا يتسم بالمهنية في مجتمع يسود به الجهل والفقر، بنجد إن طبعا أساليب التعامل بتكون كارثية والآثار الخاصة بالأزمة بتشتد وبتزداد صعوبتها. يعني هنتكلم مثلا على جائحة كورونا، في البداية كانت مشكلة صحية، ثم ما أن تحولت إلى أزمة، ثم تحولت إلى جائحة بعد أن طالت العالم أجمع. فهنجد إن بعض الدول تعاملت مع الموضوع منذ البداية بحزم وفاعلية، حتى الصين نفسها اللي كانت السبب في خروج الفيروس وانتشاره عبر مختلف أرجاء العالم هي كانت من أوائل الدول تعافي من الآثار السلبية للجائحة ولأزمة كورونا. ولكن هنجد إن باقي الدول عانت بشكل كبير جدا بسبب الفقر، بسبب عدم الإمكانيات المادية، بسبب اكتشاف عدم فكرة التخطيط المسبق. يعني هنجد إن الاتحاد الأوروبي حدث فيه حالة من الصراع والهياج على المستلزمات الطبية كادت أن تفتك بوحدة الاتحاد الأوروبي بأكمله. كمان الإمكانيات والموارد المتاحة لجمع المعلومات حول الأزمة وتحليلها بتأثر على فهم طبيعة الأزمة. أنا لو عندي مؤسسة فيها فريق علاقات عامة ماهر، ففي الحالة دي بيكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمة منذ اللحظات الأولى لاشتعالها، وبالتالي ده طبعا بتكون النتائج الإيجابية الخاصة بيه بتكون طبعا لصالح المؤسسة، بعكس مؤسسة بتتعامل على المهارات الفردية وعدم وجود تخطيط مسبق. فهنا بنجد إن الآثار الخاصة بالأزمة بتمتد لفترة زمنية طويلة، وكمان بتضر بسمعة المؤسسة لفترة كبيرة. البيئة السياسية ومدى تعقيدها من الأمور اللي بتأثر على الأزمة.
يعني لو في مثلا أزمة الثورات أو الانقلابات العسكرية، فبنجد إن كلما كانت البيئة أكثر ديمقراطية كلما كان الحل أو إمكانية الفصل أسهل. ولكن طبعا عندما تكون البيئة السياسية بيروقراطية وبيكون فيها ديكتاتورية، فهنا بنجد إن الحلول بتكون سيئة وبتضر بمصالح الشعوب بشكل كبير، وبيكون عندنا كمان عدم وعي بإدارة الأزمة والتعامل معاها بالشكل اللائق. أهم خصائص الأزمات، هنجد هنا إن موظف العلاقات العامة خلاص يعني وصل لمرحلة إن هو بيشنق ذاته. ليه؟ لأن طبعا الأزمة بتضع عبء كبير جدا على موظف العلاقات العامة، وبيكون مطالب بسرعة اتخاذ قرارات وسرعة التعامل مع الأزمة للحد من الآثار السلبية الخاصة بيه. والأمور اللي مميزة أو الخصائص الخاصة بالأزمة إن هي بتتميز بدرجة عالية جدا من الشك في القرارات المطروحة، وبيكون من الصعب التحكم في الأحداث. أنا مش عارف مجريات الأمور هتتجه في أي اتجاه، وبالتالي ده بيكون أمر سلبي. وهنا كمان بنقول إن من أهم الخصائص المرتبطة بيها إن هي بتكون في حالة من عدم التأكد من نقص المعلومات، وهنا مدير الأزمات بيعملوا في جو من الريبة والشك والغموض، وحتى الرؤية بتكون غير واضحة، وبالتالي القرارات قد تكون صائبة وقد تكون خائبة. عنصر الوقت سيف على رقبة موظفي العلاقات العامة عند وقوع أي أزمة، لأن طبعا احنا قلنا إن عنصر الوقت مهم جدا، وربما بيسهم في التعامل مع الأزمة بشكل سريع أو تفاقمها وتحولها إلى يعني أمر جلل لا يسهل التعامل معه على المدى القصير. كمان التهديد الشديد للمصالح والأهداف، لأنها قد تؤدي إلى انهيار الكيان الإداري أو سمعة المؤسسة، أو حتى انهيار متخذ القرار، حتى إنه إحنا بنجد إن بعض الحكومات بتستقيل بسبب أزمة فشلت في التعامل معها أو إدارتها. من الخصائص المميزة للأزمة أيضا المفاجأة والسرعة اللي بتحدث بيها، فهنقول إن هي بتتسم بالسرعة الشديدة في الحدوث وفي التطور، وبالتالي يجب ان يتم التعامل معاها بشكل فوري وبشكل استباقي، لان التخطيط الاستباقي من اهم الامور اللي بتسهل عملية التعامل مع الازمات. طيب الاسباب التي تنتج عنها الازمة، يعني ما هي العوامل التي تتسبب في وقوع الازمة؟ اول حاجة سوء الفهم. عندما تحدث حالة من عدم تقدير الأمور وفهم المعلومات والتحكم في مجريات الأمور، هنا بتحدث أزمة مؤكدة قريبا أو بعيدا. سوء الإدراك كذلك بيؤثر بشكل كبير جدا على عملية تقدير الموقف، وهنا كمان بيكون له دور إما في حل الأزمة أو في تفاقمها وفي زيادة الأضرار الناتجة عنها. سوء التقدير سواء بالشك في المعلومات أو المبالغة في الثقة بالنفس، أنا عندي إدارة علاقات عامة قوية قادرة على التعامل مع المشكلات، زي ما دول أوروبا يعني اتعاملت خلال جائحة كورونا، وفي الآخر وجدنا مثلا إن دولة زي إيطاليا فشلت في إدارة الأزمة بيها، ووجدنا إن عدد الوفيات كان مهول جدا في دولة زي إيطاليا، وبالتالي كانت من أكثر الدول تضررا وعدد الوفيات فيها كان كبير جدا، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لفرنسا. كذلك هنجد في بريطانيا فكرة مناعة القطيعة التي
لجأت للاعتماد عليها أضرت بالدولة وتسببت في ارتفاع عدد الوفيات أيضا. كمان سوء الإدارة، يعني عشوائية الإدارة هي يعني أمر كارثي بيضر بسمعة المؤسسة أو الكيان، وعملية الاستبداد الإداري لما القائم على عملية إدارة يعني إدارة الأزمة بيرى إنه هو قادر على التعامل مع الأزمة أيا كان حجمها. ده طبعا عندما يواجه أزمة حقيقية في الواقع فبيجد نفسه غير قادر على إدارتها لأنه بالغ في الثقة بالنفس، وكمان لم يوفر إدارة مستقلة للتعامل مع الأزمات، وهنا بتجعل في حالة من العشوائية في التعامل مع الأزمة، وده طبعا بتكون آثاره سلبية على المؤسسة. والآن هنتحدث على الفرق بين إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة. إدارة الأزمة Management Crisis، والإدارة بالأزمة Management by Crisis. معناها إيه؟ إدارة الأزمة هي الكيفية اللي بيتم من خلالها التعامل مع الأزمات بحيث إن احنا نتجنب السلبيات الخاصة بها قدر المستطاع، وكمان نستفيد من الإيجابيات الخاصة بها وتوظيفها لصالح تحسين سمعة المؤسسة، وكمان الخروج بعدد من النتائج والتوصيات اللي أقدر أعتمد عليها فيما بعد لتجنب وقوع الشركة في مثل تلك الأزمات. عندنا المصطلح الآخر وهو الإدارة بالأزمة. هنا معناها إن المؤسسة قد تعمل على افتعال أزمة في مستوى إداري معين أو حتى عدة مستويات إدارية من أجل تحقيق مصالح شخصية أو حتى مصالح عامة. هنا بيبقى الهدف منها تحريك يعني نقول الماء الراكد في الشركة، وبيكون الأفضل مثال نقدر نقدمه أو أفضل لفظ تم يعني توظيفه للتعبير عن فكرة الإدارة بالأزمات هي الفوضى الخلاقة. يعني إيه فوضى خلاقة؟ يعني إني بوجد حالة من الشغب المجتمعي أو الضغط اللي بينتج عنها في النهاية تحسين أوضاع دولة معينة. على سبيل المثال مثلا الثورات أو حالة التجمهر اللي مرت بيها لبنان منذ فترة بسبب مثلا تكدس القمامة في الشوارع، وهنا بنجد إن عدد كبير من الشعب صار حوالين فكرة واحدة، وكان في حالة من الشغب واللغط من أجل اتخاذ قرار لصالح هذا المجتمع، ألا وهو مثلا التعامل مع شركات أفضل من أجل نظافة الشوارع وما إلى ذلك. دورة حياة الأزمة، كل حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى ليها دورة حياة، حتى إحنا كبشر، حتى الحيوانات، حتى المنتجات، أي شيء في الدنيا له دورة حياة. دورة الحياة هي بتمر بعدد من المراحل منذ النشأة وحتى الانتهاء. في الأزمة بتأخذ هذه العملية مجموعة من المحطات شديدة التأثير في حياة الأزمة وفي استمراريتها، ألا وهي مرحلة النشأة ثم النمو ومن بعد ذلك النضج ثم الانحصار اللي هي بتبدأ فيها الأزمة تتراجع وتتلاشى. طيب النشأة هي بداية ظهور المؤشرات والإشارات، ولكن بشكل طفيف تدل على احتمالية وقوع أزمة في المستقبل. والمرحلة دي بيصعب فيها التنبؤ بمدى حدوث الأزمة من عدم. يعني كمان خلينا نضرب مثال بأزمة الإعصار اللي ضرب مدينة درنا. الحكومة كان عندها إعلام مسبق بأن في إعصار هيضرب السواحل في المنطقة دي،
ولكن بسبب سوء التقدير سواء من الدولة أو حتى من المواطنين ما كانش فيه أي تخيل على إن الموضوع قد يصل إلى هذا الحد. ظن الشعب وظنت الحكومة أن الأمر لن يتجاوز أمطار غزيرة، ولكن طبعا على غير المتوقع أخذ الموضوع بعد أكبر، طبعا بعد إنساني وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد كارثي، وتحول إلى أزمة تعاني منها دولة ليبيا ولا زالت ستعاني منها على مدار السنوات القادمة بسبب سوء تقدير الموقف، وربما يكون هذا الأمر مؤشر لدول أخرى يعني وضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات. كمان المرحلة الثانية في الأزمة هي مرحلة النمو. الأزمة بتحدث صغيرة زي نشأة الإنسان وزي ميلاد أي أمر، بتكون صغيرة ثم تنمو. طبعا بتزداد حدة مؤشرات الأزمة وبتتفاقم بشكل سريع جدا بخلاف مثلا القضية أو المشكلة، وفي المرحلة دي بتبدأ تظهر ملامح الأزمة، الأبعاد الخاصة بيها، الأسباب الكامنة وراءها. فهنا المرحلة دي مهمة جدا، إدراك قسم العلاقات العامة للأزمة وهي في طور النمو، إما أن يسهم في التعامل بسرعة وفاعلية مع الأزمة، أو طبعا يؤدي إلى نتائج كارثية في التعامل معها. هنجد إن المرحلة التالية لمرحلة النمو هي مرحلة النضج، ودي بتكون أعلى منطقة تقدر توصل ليها الأزمة، وهي بتكون الأكثر خطورة والأشد ضرر بسمعة الكيان، وهنا بنبدأ نجد الخسائر بشكل واقعي وملموس. المرحلة التي تليها وهي مرحلة الانحسار أو بتبدأ تتلاشى، إمتى وزمنيا بتاخد وقت قد إيه، وإضرارا بالمؤسسة تأثيرها بيكون شكله عامل إزاي، ده بيتوقف على إدارة الأزمة بشكل فعال. عملية الانحسار فيها بتبدأ الأزمة إن هي تنخفض وبتقل المؤشرات في التعامل معاها، بيقل اهتمام المجتمع بيها خاصة إذا تم توجيه أنظار المجتمع إلى أمر آخر. في مرحلة الانحسار بيتم اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأضرار الناتجة من الأزمة، وبعد كده بتبدأ مرحلة التعافي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. طبعا مرحلة التعافي قد تأخذ وقت قصير وقد تأخذ سنوات طويلة زي ما بيحدث طبعا في الكوارث الإنسانية التي تتحول إلى أزمات فيما بعد، لأنها بتحتاج لفترة طويلة جدا لإعادة الإعمار وإعادة الهيكلة وإعادة البناء، وبالتالي حجم الأزمة هو اللي بيأثر على إمتى تحدث حالة الانحسار وإمتى نبدأ نمر بمرحلة التعافي أو نصل إليها لكي نتجاوز تلك التجربة السيئة وننتقل إلى يعني مرحلة جديدة في حياة المؤسسة أو حتى في حياة الدولة بأكملها. تصنيف الأزمات، طبعا كل أمر إحنا درسناه في المقرر وفي حياتنا عموما بتختلف الرؤية اللي بيتم من خلالها النظر إلى عملية التصنيف. ففي البعض صنف الأزمة من حيث مراحل التكوين إلى مرحلة الميلاد أو النشأة زي ما إحنا شرحنا في دورة حياة الأزمة، ومرحلة النمو ثم النضج ثم الانحسار وأخيرا الاختفاء. طيب تكرار الحدوث، فبتكون أزمة دورية أو غير دورية. يعني إيه دورية؟ زي مثلا جائحة كورونا، هنجد إن كورونا كان ليها يعني أنواع سابقة، ولكن كوفيد 19 تحديدا كان الأسوأ، وإن كان شهد العالم جوائح
على المستوى الصحي أو أزمات صحية من قبل زي سارس وزي مثلا إنفلونزا الطيور إنفلونزا الخنازير، ولكن كانت كورونا هي الأقوى في العصر الحديث. المشكلة في كورونا إن هي كانت أو لا زالت ليها دورية في التكرار، وبنجد إن من وقت لآخر بيطل علينا متحور من متحورات كورونا، واللي طبعا بيضر بصحة الشعوب وبيؤثر كمان على المستوى الاقتصادي وعلى التكلفة المادية للتعامل مع هذه الأزمة. غير دورية وعشوائية، بمعنى إنها بتحدث بشكل فجائي ومرة واحدة ثم لا تتكرر أو قد تتكرر، ولكن بيكون مفيش أبعاد واضحة ومحددة لفكرة ظهورها مرة تانية. النوع الثالث بيقسم وفقا لعمق الأزمة، يعني الخطورة أو الأضرار اللي أحدثتها الأزمة. ففي عندي أزمة سطحية زي مثلا الصراع ما بين الموظفين داخل بيئة العمل اللي قد تتصاعد وتصبح أزمة، قد تكون مثلا مشكلة مثلا الصراع ما بين الموظفين للحصول على الأجور أو الحقوق الخاصة بهم، وهنا أزمة سطحية بتظهر إلى السطح ثم تختفي بالاستجابة لمطالب العمال. ولكن في أزمات عميقة ومتغلغلة وبتكون هنا أكثر خطرا على المؤسسة أو على الدول، زي مثلا جائحة كورونا واللي كانت أزمة صحية كارثية بكافة المستويات. عندي كمان مستوى التأثير، فأنا عندي نوعين: الأزمات محدودة التأثير، يعني مثلا بتأثر فقط على سمعة مؤسسة واحدة، بتضر بسمعة إدارة واحدة، سمعة مؤسسة داخل دولة ما، زي مثلا كانت شركة كوكاكولا تعرضت لأزمة إن هم وجدوا فيها بعض الملوثات في الهند، فهنا سمعتها اتأثرت في الهند بشكل أكبر، ولكن سمعتها لم تتأثر في باقي الدول، واستمرت نسب المبيعات الخاصة بها عادي، ولا يعني ما كانش فيه أي أضرار أخرى في باقي الدول. ولكن التأثيرات الهيكلية هنا بنقول إن هي بتكون متغلغلة وأثرها ضارة، وبتعمق بتضرب بعمق الدولة أو بعمق الكيان اللي بيتأثر بيه المؤسسة، وهنا بتكون خطيرة وربما زي ما قلنا بتفتك بسمعة المؤسسة بأكملها، وربما تؤدي لانهيارها وغيابها عن السوق بأكملها. النوع الآخر لتصنيف الأزمات هو تصنيفها من حيث الشدة، فهنجد إن هناك أزمات عنيفة، ودي طبعا بتكون الأضرار الخاصة بيها كبيرة جدا، وفي يعني أزمات خفيفة ربما قد تتعرض مثلا في عدم توفير سيولة للشركة في وقت من الأوقات، أو حتى عدم وجود القدر الكافي من العمال لإنجاح أو إنفاذ الأهداف الخاصة بالشركة في إنتاج كم معين من المنتجات، وهنا بتكون أزمة خفيفة وفي الغالب بتكون داخل المؤسسة، حتى لو تم الإعلان عن وجود تأخير في تسليم الشحنات والجمهور طبعا عرف المشكلة، وعشان تتحول من قضية إلى أزمة، إلا إن تأثيرها أو إضرارها بسمعة المؤسسة بيكون أقل حدة من إننا نكتشف طبعا إن الشركة بتستخدم مواد مسرطنة، أو إنها بتصرف أو بتقوم بتصريف المخلفات الخاصة بها مثلا في مياه النيل. حجم التأثير أو شدة التأثير بيلعب دور كبير جدا في التعامل مع الأزمة. كمان المستوى الخاص بالأزمة، ففي مستوى قومي أو كلي، يعني بيحدث على مستوى الدولة أو المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط، وفي تأثيرات جزئية، يعني الضرر بيكون فيها في مدينة أو في دولة أو مثلا في داخل منطقة محددة.
وبالتالي طبعا كل ما زاد حجم الصراع الخاص بالأزمة أو النطاق الجغرافي الخاص بها، كلما زادت شدتها وأصبحت أكثر صعوبة في الحل. كمان من التصنيفات الأخرى اللي هي العلاقة بالعالم الخارجي، يعني هنقول إن إحنا لدينا أزمات عالمية مستوردة من الخارج، زي مثلا أزمة كورونا اللي هي كانت عبارة عن فيروس انتشر من الصين ثم اجتاح العالم بأكمله، وبالتالي هو لم ينشأ من الدول اللي يعني أصيبت بهذا المرض. وفي أزمات محلية أمكن تصديرها للخارج، لو عكسنا بالنسبة للصين فهي الأزمة كانت محلية ولكنها صدرتها للعالم بأكمله. وفي أزمات محلية لا يمكن تصديرها للخارج، يعني لو في أزمة بتختص بالشأن المصري، بتختص بالشأن الأردني، بتختص بالشأن العراقي، بتختص بالشأن السوري، هي الأزمة بتحدث داخل إطار البلدة وأنا مش هطلعها أو لن تعاني منها باقي دول الجوار. كمان نوع آخر من التصنيفات هو مدى الإحساس بالأزمة، ففي أزمات بتكون صريحة وعلنية وملموسة زي ما قلنا كورونا، كلنا عارفين إن كان في أزمة صحية واسمها كورونا كوفيد 19، أو قد تكون خفيفة وضمنية ومستترة، وزي ما قلنا لو حدثت في شركة على المستوى الداخلي الخاص بها وحتى الجمهور تعرف عليها، ولكن هذه الأزمة ليست محل تأثير كبير على الجمهور وبالتالي بيسهل التعامل معها لأنها إضرارها بالجمهور بسيط. كمان محور وموضوع الأزمة، يعني في عندنا أزمات مادية محسوسة وملموسة زي الأزمات الاقتصادية مثلا، زي الأزمة المالية العالمية اللي ضربت أمريكا وكانت على إثرها تأثرت الكثير من اقتصاديات الدول خاصة الدول العربية. وفي عندنا أزمات معنوية وعاطفية ونفسية، وهي وجود أمر بيؤثر على النفس أو المشاعر البشرية. وفي عندنا أزمات بتجمع بين الجانب المادي وبين الجانب المعنوي، زي مثلا الأزمة الخاصة بليبيا أو بتركيا أو بسوريا أو جميع الدول اللي بتتعرض لأزمات يعني بتؤثر عليها ماديا وبشريا، فهنا بيكون الإحساس أو محور الأزمة بيلامس الجانبين المادي والمعنوي. إدارة القضايا ومواجهة الضغوط، إحنا قلنا إن القضية هي اللي بتتحول إلى أزمة، يعني المفروض إن الشركات أو الدول أو المؤسسات تتعامل بشكل فوري وسريع مع القضايا اللي بتمس مصلحتها أو ربما تضر بسمعتها. فالقضايا أو القضية هي موضوع أو مشكلة محتملة تواجه الشركة، أما الأزمة زي ما قلنا فهي تتصاعد وتتفاقم إلى أن تتحول القضية لأزمة. هنقول أمثلة على تحول القضية لأزمة، لما يكون عندي شكوى متكررة من العملاء حول خدمة معينة دون معالجتها، فهنا بتتفاقم إلى أزمة سمعة بتضرب بالمؤسسة وربما تؤدي لتحول الأفراد من شركة إلى الشركة البديلة. كمان إهمال مشكلات فنية بسيطة في المصنع فتعد يعني تنتقل إلى مرحلة الأزمات، أنا عندي مكن أو معدات بتواجه مشكلات فنية وبالتالي العمال أبلغوا مرة واتنين عن إن هذه المعدات في حاجة إلى صيانة، ولكن تجاهل الشركة لهذا الأمر ربما يؤدي إلى عطل مفاجئ وبالتالي تخسر الشركة على أثره قدرتها على
إمداد السوق المحلي أو حتى التصدير اللي بيكون ملزم بمواعيد وبجدولة تفشل في هذا الأمر، وبالتالي تتحول إلى أزمة تضر بسمعة المؤسسة وكفاءتها لدى القطاعات المتعاملة معها أو حتى لدى الجمهور. كمان قضية زي عدم الاستجابة لمطالب الموظفين فتتحول إلى أزمة تختص باندلاع إضراب عام في المجتمع. أما تحول الأزمة إلى قضية فيحدث عندما تتم إدارة الأزمة والسيطرة عليها بكفاءة قبل أن تتفاقم، ففي الحالة دي هتبقى في إطار القضية التي ربما يتم يعني محوها من جذرها والتعامل معها بفاعلية. عوامل نجاح المؤسسة في إدارة القضايا. طيب إحنا ليه بنتحدث الآن عن عوامل نجاح المؤسسة في إدارة القضايا؟ لأن زي ما قلنا إن التعامل الجيد مع القضايا هو اللي بيجنب الشركة الوقوع في أزمات. طيب إزاي موظف العلاقات العامة يكون هو حائط السد اللي بيمنع تطور القضايا وتحولها إلى أزمات؟ أول حاجة يجب عليه أن يقوم بالاكتشاف المبكر للمشكلات وفي التوقيت المناسب. دايما فكرة الرصد المبكر زي اكتشاف الأمراض بشكل مبكر، كلما كان الاكتشاف مبكر كلما تم العلاج أو كان في إمكانية للتعامل مع المرض بشكل أسرع، نفس الأمر بينطبق على الأزمة. كمان يجب على موظف العلاقات العامة إن هو يحلل أسباب المشكلة وأبعادها وآثارها الحالية والمحتملة، يعني المفروض إن هو يكون واعي بشكل كبير بالمشكلة اللي بتواجهها الشركة في الوقت الحالي والقضايا كمان اللي بتعاني منها الشركة، ويتنبأ بالآثار الخاصة بيها. هل يمكن أن تتحول إلى آثار كارثية وتتحول إلى أزمة تضر بصالح الشركة، أم أنه يمكن وقدها منذ اندلاعها داخل الشركة؟ كمان تقييم المشكلات عند تطورها وتحولها إلى قضايا بصفة مستمرة، يعني عندما تتحول المشكلة إلى قضية هنا يجب إن احنا نكون حذرين ونتابع مراحل التطور ونسعى إلى هدم القضايا في هذه المرحلة. وضع البرامج التي تتيح الاتصال الفعال مع الجماهير. دايما يعني الشركات اللي لديها إدارة علاقات عامة جيدة هي اللي بيكون لديها دايما خطوط اتصال بالجمهور بحيث إن هي تقدر تتعامل بشكل سريع مع أي مشكلة تطول سمعة الشركة، ويعني تقدر إن هي تسيطر عليها بسرعة وفعالية. كمان عندنا تقييم المستمر للجهود التي تتم في معالجة القضايا، يعني يتم عمل تقرير دوري عن القضية أو المشكلة اللي بتعاني منها الشركة، يعني أساليب الحل اللي تم اتباعها، نسب الحل الخاصة بالمشكلة، وإمكانية تفاقمها وتحولها إلى أزمة، ووضعت خطط استباقية للتعامل معها في حال تحولت من مشكلة أو قضية إلى أزمة. علشان أقدر أقوم بالموضوع ده بشكل فعال بيكون عندي 3 مراحل بتمر بيهم الأزمة. أول حاجة مرحلة ما قبل الأزمة، وقلنا إن المرحلة دي بتكون ليها مؤشرات واضحة خاصة لو كانت فيما يتعلق بالمشكلة، إن إحنا يكون لدينا مشكلة فعلية من قبل أو قضايا فعلية بتعاني منها الشركة أو المؤسسة. طيب بعمل إيه؟ أنا في خلال المرحلة دي ببدأ إني أستعد وأحضر لكافة الاحتمالات اللي ممكن تواجه الشركة في حال تحول تلك القضية إلى أزمة، وأقوم بوضع خطط أقدر من خلالها إني أتعامل مع الأزمة. طيب ده أقدر أحققه من خلال إيه؟ من خلال تدريب الأفراد والمجموعات للقيام بأدوارهم بكفاءة عالية من أجل تنفيذ الخطة.
كمان تحديد الإجراءات التي يجب الالتزام بها لتلافي الآثار السلبية للأزمة المتوقع حدوثها وتجاهلها. طيب أنا لو شركة طيران، وطبعا أنا مش هكون متوقع أبدا إن ممكن يعني تسقط طائرة من الطائرات الخاصة بي، بس دي احتمالية موجودة ولو 1 في المليون. ففي الحالة دي بكون مدرب الموظفين وبيكون عندي متحدث رسمي قادر على التعامل خلال تلك الأزمات. يعني بالتالي عملية استباق وقوع المشكلة حتى لو كانت إمكانية وقوعها ضعيفة بتسمح بسرعة التعامل معها ويعني تخطي الأزمة بشكل إيجابي بأكبر قدر ممكن. المرحلة الثانية هي الاتصال في مرحلة الأزمة، وده طبعا بيكون ليه دور كبير جدا في إن احنا ننتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة اللي هي انتهاء الأزمة والخروج ب يعني تقييم للموقف. في المرحلة دي بيتم فيها التعامل خلال وقوع الأزمة وإزاي إن احنا نقدر نديرها بشكل إيجابي، وده بيتم عن طريق توفير المعلومات عن حجم الآثار السلبية للأزمة، تحديد التدابير المناسبة والإجراءات اللي أقدر إني أعتمد عليها للتقليل من حدة الأزمة، وكمان التعاون بين المؤسسات والأجهزة المشتركة في مواجهة الأزمة، خاصة لو الأزمة بتطول عدد من الجهات. المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة ما بعد وقوع الأزمة. مش معنى إن أنا قدرت إني أتعامل مع الأزمة بيكون دور موظف العلاقات العامة هنا انتهى. لا، دور موظف العلاقات العامة بيكون مستمر لأنه بيكون مطلوب منه إن هو يقيم الوضع الحالي للأزمة اللي عانت منها الشركة أو المؤسسة، كمان يقدر يقيس حجم الآثار السلبية الخاصة بيها، ويقدر كمان إنه يحدد حجم الخسائر اللي عانت منها الشركة، يقدر يقيم أسلوب التدخل هل كان جيد بالقدر الكافي، هل قدر إنه هو يقضي على الأزمة بالسرعة المطلوبة. كمان لو في أمور إيجابية يقدر إنه هو يعني يوظفها في أزمات مستقبلية، يعني اكتشف مثلا إن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي أتى بنتائج فعالة في عملية إدارة الأزمة، هنا يقدر ياخد العنصر ده كعنصر قوة يقدر يتعامل به مع الأزمات المستقبلية ويكون عنده خطط للتعامل معه. إيه أهم العناصر اللي المفروض إني أركز عليها في إدارة الأزمة الناجحة؟ أول حاجة الفورية في التعامل مع الأزمة، فور حدوث الأزمة يجب أن يتم التدخل. تاني حاجة توفير التدفق المتواصل والصريح للمعلومات على مدار الأزمة، لازم يكون عندي متحدث رسمي أو شخص مسؤول بالتصريح بمستجدات الأزمة والأبعاد اللي هي وصلت إليها. كمان من الأمور المهمة جدا واللي بتأثر على يعني سمعة المؤسسة هي تقديم رسائل صادقة بتتفق مع محتوى الأزمة. يعني على سبيل المثال في المجتمع المصري خلال أحداث مثلا ثورات الربيع العربي، وسائل الإعلام أخذت إن هي تتفه من حجم الثورة وتؤكد على إن الأعداد بسيطة وإن الأمور مفيش فيها مشكلة، لكي نجد إن طبعا وسائل الإعلام الغربية كانت بتنقل الصورة والأعداد بدأت تزيد والمطالب بدأت تزداد من تغيير الحكومة إلى إقالة الرئيس إلى وإلى وإلى، وبالتالي هنا عدم تقديم رسائل صادقة أفقدت الإعلام المصري مصداقيته لفترة طويلة وربما تمتد آثارها حتى وقتنا الحالي، أي بعد مرور أكتر من عقد كامل على هذه الأزمة. أن يكون لدينا متحدث رسمي واحد فقط خلال الأزمة، فتعدد المتحدثين الرسميين معناها تعدد مكامن الخطأ
وطبعا مفيش شخصين يقدروا يقدموا نفس الرواية. يعني الشخص ذاته لو قدم الرواية مرتين هيقدمها بشكل مختلف، ما بالك لو كان موجود عندي 2 متحدث رسمي في المؤسسة. الاستراتيجيات اللي ممكن أعزز من خلالها المرونة الاجتماعية للمؤسسات: أول حاجة تحديد وتدريب أفراد لأجل تولي المبادرة بطريقة مستقلة وفعالة عند حدوث أي مشكلة تختص بالمؤسسة. يعني بيكون عندي موظفين، عندي فريق خاص بالأزمات تم تدريبه وتأهيله على التعامل خلال أي أزمة بتواجه الشركة. دايما أطور الخطط الخاصة بالتعامل مع الأزمات، وأعتمد على مراكز عمليات خارجية تكون مدعمة بالتقنيات، زي مثلا إحنا عندنا مركز جالوب اللي إحنا تحدثنا عنه قبل كده، إن هو بيرصد وضع المؤسسة لو طلبت منه المؤسسة هذا الأمر، لأن مش دايما التقارير الداخلية بتكون صادقة. ساعات الإدارات بتعمل على تجميل صورتها، وبالتالي ده بيضر بصالح الشركة. العمل مع الهيئات المحلية بمشاركة الحكومات والمنظمات وطبعا المواطنين ووسائل الإعلام، مفيش إدارة علاقات عامة ناجحة تقدر إن هي تعمل بمفردها وبمعزل عن جميع العناصر الأخرى الموجودة في المجتمع اللي بتتأثر بالأزمة. كمان التخطيط والتدريب المستمر والشمولي على السيناريوهات اللي بتمكن من التقليل من الأزمة والتعامل معاها بسرعة وفعالية. المشاكل التي يمكن أن تنتج عن وجود إدارة للأزمات: طبعا بدون خطط لإدارة الأزمات هنا يعني الأزمة هتكون مكلفة بشكل كبير جدا للمؤسسة، وستؤثر على المؤسسة ماديا ومعنويا داخل السوق اللي هي بتتواجد فيه، وكمان بتجعل تركيزها على سرعة الاستجابة بيكون دون المستوى، وهو ما يكلفها أعباء إضافية. كمان إدارة الأزمات بتمنع من تحول الأزمة إلى ما هو أسوأ، يعني طبعا عدم القدرة على السيطرة على الأزمة هنا بنتحول إلى عملية انهيار لسمعة المؤسسة اللي زي ما قلنا بنبنيها في أعوام ولكن نقدر نفقدها في دقائق معدودة. معالجة الأزمات وإدارتها إعلاميا من خلال الإعلام الجديد: أول حاجة يجب إن احنا نركز عليها هي توازن التناول الإعلامي في التعامل مع التهديدات والأزمات. يعني عملية التعامل مع الأزمة يجب أن تتم بشكل موضوعي وبعيدا عن عملية التحيزات. أركز على إيجابيات وسلبيات الأزمة، أوازن في تغطية الأزمة بين مختلف وجهات النظر. ما ينفعش إني أصدر وجهة نظر إيجابية ومؤيدة وأخفي وجهة النظر السلبية المعارضة، خاصة إن مش بس الإعلام هو اللي بيتولى عملية نقل المعلومات، ولكن كمان دلوقتي بقى عندي المواطن الصحفي، بقى عندي وسائل التواصل الاجتماعي القادرة على نقل الحدث فور وقوعه، وبالتالي هنا عملية التوازن في المعالجة الإعلامية أمر يؤثر بالإيجاب على إدارة الأزمة من خلال وسائل الإعلام. تاني حاجة هي شمول وتكامل التناول الإعلامي لأبعاد الأزمة والخلفيات وحتى التداعيات الخاصة بها. يعني الجانب المعلوماتي في تناول الأزمات والكوارث لا يكون وحده كافيا لتشكيل رأي عام واعي ومستمر ومستنير حول الأزمة، ولكن المفروض إن يكون في عملية شمول وتكامل في التناول للعناصر المختلفة اللي تسببت في الأزمة، اللي عملت على تأجيج الأزمة، وطرق يعني التعامل مع الأزمة لكي
نصل إلى مرحلة الانحسار أو الاختفاء تماما من على القمة أو على السطح. إيه النماذج اللي بيتم من خلالها الاستجابة للأزمات؟ عندنا نموذج استجابة الإعلام الخطية للأزمة، فبتبدأ بتفجير الحدث، يعني هنا الحدث بيقع اللي هو بيؤدي إلى حدوث أزمة، وبعدين بتأتي مرحلة الملاحظة والرصد، وهنا بتكون طبعا عن طريق إدارة العلاقات العامة الواعية المدربة، ثم مرحلة التفسير، وطبعا المراحل دي المفروض بتتم فيه سرعة، أفسر إيه أسباب الأزمة وكمان إيه البدائل اللي أنا هتعامل من خلالها مع الأزمة، اللي هي مرحلة الاختيار، وبعدين النشر والبث، ببدأ إني أعرف الجمهور بالأزمة وأسبابها والمرحلة اللي إحنا بنقف عليها الآن، وأنا اخترت بديل إيه للتعامل مع الأزمة. يعني لو مثلا هنتكلم عن الإدارة الأمريكية لما حصلت أزمة خاصة ببيل كلينتون، وطبعا ظهرت فضيحة بتمس سمعته، تم التخلص منه، وطبعا حدثت انتخابات وجاه رئيس آخر، ويعني الأمر تم باختيار استبداله، تمام؟ فهنا أنا بختار البديل وبنشر الموضوع ده وبعممه لدى الشعب. عندي النموذج الثاني هو نموذج استجابة الإعلام الحلزونية أو اللولبية. يعني إيه؟ يعني مش بيكون فيها خط واحد للأزمة، لأ، ده أنا برصد وبفسر وبختار وبنشر ثم أرصد ثم أفسر ثم أختار ثم أنشر، بضع الجمهور معايا في يعني عملية مواكبة لتطور الأزمة إلى أن نصل إلى مرحلة اختفائها. وطبعا ده بيخلي الجمهور بيشعر بأن المؤسسة بتحترمه وبتقدر رأيه وبتسعى على إطلاعه بمستجدات الأزمة إلى أن يتم التعامل معها بشكل إيجابي. أساليب إدارة الأزمات بنجاح بتتم عن طريق التخطيط الإعلامي في المراحل المبكرة، تحديد إذا ما كان الموقف يمثل مشكلة حقيقية، يعني لو الشركة بتواجه مشكلة أو قضية زي ما قلنا، لازم أحدد المشكلة أو القضية دي هل يمكن أن تتحول إلى أزمة، حتى ولو كان الأمر بشكل يعني بنسب 1%، يبقى في الحالة دي يجب أن أضع خطة استباقية للتعامل معها كأزمة. كمان اتباع خطة إدارة المشكلات الخاصة بالأزمة والإجابة السريعة، ما ينفعش في مرحلة الأزمة إني يعني لا أجيب على استفسارات الجمهور، هنا كأني بجهل الجمهور وبتعامل معاه على إنه يعني رأيه لا أهمية له لدى الشركة، وده طبعا بيكون أمر سلبي. كمان موظف العلاقات العامة يجب أن يكون ذاتي وألا يحصر نفسه في حديث الشركات الذي يجعل إجابته بتبدو باردة ومحسوبة. يعني أنا لو في حادث سقوط طائرة، ففي الحالة دي المفروض إني بعبر عن المشاعر الخاصة بيا، بواسي الأسر، بحسسهم إن فعلا دي أزمة بتمسني أنا شخصيا على المستوى النفسي والمستوى العاطفي، قبل ما بتضر بمصلحة الشركة أو بتؤثر عليها من الجانب المادي. الموظف العلاقات العامة يجب أن يتأكد من صحة الحقائق قبل أن يقوم بنشرها وإعلانها للجمهور، وهنتعرف إن شاء الله خلال محاضرات قادمة على الكيفية اللي أقدر أستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في التحقق من الأمور أيا كانت طبيعتها، صورة، خبر، فيديو، قبل أن أقوم بعملية النشر والبث على الجمهور. كمان المفروض إني أكون موجز وواضح وأمين في أفراد بتتبع سياسة يعني اللف والدوران أو الحديث حوالين الموضوع بشكل مفرط، وبالتالي بيفقد الجمهور تركيزه
ولكن طبعا مع وجود محللين وخبراء فبيكون هنا بيقدروا ان هم يوضحوا للجمهور ان هذا الشخص بيتلاعب بعقولهم وبمشاعرهم، وبتكون النتيجة طبعا سلبية. كمان لو المؤسسة كانت مسؤولة عن مشكلة وسبب ان هي عانت من خلل زي ما قلنا تويوتا على سبيل المثال، هنا المفروض الشركة اعتذرت وتحملت المسؤولية المادية والمعنوية، وقامت بتطوير الأساليب الخاصة بالرقابة والجودة الخاصة بيها. يبقى هنا شركة لديها سمعة جيدة. كمان يجب الاعتراف إمتى هنترك يعني الأمر وخلاص إحنا كده وصلنا إلى يعني نهاية الأمر، ولن يتم استحداث أي أمور جديدة في هذا المجال بعد، يعني هنقول اللي هي نقطة الصفر، خلاص لا عودة ولا تقدم من بعد هذه النقطة. فقدت الشركة سمعتها وانتهى الأمر، ولا مجال لتصحيح الرؤية مرة أخرى، خاصة إذا كان الأمر بيطول يعني سمعة مؤسسة في أمر مثلا استخدام مادة مسرطنة، فهنا يعني لا يمكن تقديم أي مبررات إلى الجمهور، ولن نجد الجمهور يتسامح في مثل تلك الأمور. ما هو النموذج المقترح للرسائل والمضامين المميزة اللي أقدر أعتمد عليها خلال الأزمات؟ أول حاجة يجب أن أقوم بتوفير البعد المعلوماتي من خلال تقديم معلومات كافية وبتلبي احتياجات الجمهور. البعد الوطني، وفيه بيتم بث وإذاعة ونشر المضامين اللي بتعمل على رفع مثلا الروح المعنوية، وده خاصة لو أزمة بتطول الدولة بأكملها. كمان البعد اللغوي، حيث يجب استخدام لغة متنوعة مع الجمهور، يعني ما ينفعش دولة زي الهند فيها لغات متعددة إن هي تعتمد على لغة واحدة لنقل الرسالة، بل يجب التنويع بين اللغات، اللهجات، مش هنقول لغات، اللهجات السائدة داخل الدولة. كمان البعد العاطفي، يجب إن احنا نهتم بعرض الجوانب والاهتمامات الإنسانية، واللي بنجد طبعا إن هي بتحظى باهتمام كبير جدا لدى الجمهور. والبعد الديني، فلو في قضية بتختص بالجوانب العقائدية أو الدينية الخاصة بالشخص، فهنا المفروض إني أستضيف شخصية دينية وألا أقوم بتقديم معلومات دينية مغلوطة، لأن ده طبعا تأثيره هيكون سلبي جدا على المؤسسة. كذلك مراعاة البعد الاجتماعي وشرح الفوائد أو السلبيات التي نتجت عن هذه الأزمة وكيفية التعامل معها، هذا إلى جانب البعد الاقتصادي اللي بيجب إني أركز من خلاله إن خسرت الشركة بالفعل جانب من مثلا الحصة السوقية الخاصة بها في البورصة، ولكن جاري العمل على إصلاح هذا الأمر وتحسينه في المستقبل من خلال اتباع خطوات معينة بعلنها للجمهور. المعوقات اللي بتقدر تأثر بالسلب على إدارة الأزمة، عندنا المعوقات الإنسانية زي ضعف اهتمام العاملين بالجهود اللي ممكن يبذلها متخذو القرار، يعني هم حاسين ان في تراخي من القيادات التي تتخذ القرار. عدم مراعاة البعد النفسي والاجتماعي للجمهور، وده طبعا امر شديد الحساسية. عدم مراعاة الفروق الفردية بين العاملين، لان العاملين مختلفين جدا من حيث الخلفية الثقافية والمهارية والاجتماعية وامور كتيرة جدا تقدر تؤثر على خط سير الأزمة. عدم القيام بتنمية قدرات واستعدادات العاملين، أنا لم أؤهل العاملين في التعامل مع الأزمات ولا عن كيفية التصدي للمشكلات التي تواجههم بحيث إن هي لا تتحول إلى أزمة. افتقار فريق العمل إلى المؤهلات المناسبة،
ودي طبعا كارثة حقيقية إذا كانت صفة بيتسم بيها موظف العلاقات العامة. كمان وجود قصور في فهم مكامن الخطر وعدم التحقق من دقة المعلومات، أو قصور في فهم العاملين لأدوارهم. العاملين كل واحد فيهم مش فاهم إيه المتطلبات، إيه الحقوق، إيه الواجبات، وبالتالي جميعا معوقات إنسانية خلال عملية إدارة الأزمة. عندنا كمان المعوقات التنظيمية، واللي بتتمثل في عدم وجود اهتمام من الإدارة العليا بإدارة الأزمات، تحجيم دور القيادات الإدارية أثناء الأزمات، مش بسيب فرصة أو مجال للقيادات المختلفة إن هي تعبر عن رأيها أو إن هي تتخذ خطوات جادة. هنا بيكون في مركزية في إدارة الأزمة مثلا في يد القيادات العليا، التي ربما تكون جاهلة بحقيقة الأوضاع في على أرض الواقع. كمان ضعف وجود تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، وده طبعا مشكلة كبيرة في المجال التنظيمي وبتؤثر وبتضر على الأزمة. ضعف التآلف والتنسيق بين الإدارات العليا والدوائر والأقسام، ده أمر يعني خطير جدا. كذلك النزوع إلى المركزية في اتخاذ القرارات، يعني يكون القرار في يد شخصية واحدة، وضعف سياسات التأهيل والتدريب في مجال إدارة الأزمات، أو حتى إن تكون المؤسسة ما فيش فيها إدارة للتعامل مع الأزمات. النوع الثالث هو معوقات الاتصال والمعلومات، واللي بتتمثل في عدم توفر نظام اتصال متطور لإمداد العملاء بالمعلومات، وعدم تدريب فريق إدارة الأزمة على مهارات الاتصال، عدم وجود مثلا متحدث رسمي، عدم قدرتهم على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد لمخاطبة الجمهور وما إلى ذلك. كمان ضعف القدرة في تشخيص دقة المعلومات ومصدرها، ودي بتكون مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع الأزمة. وزي ما قلة عرض المعلومات أمر خطير، كمان المبالغة في عرض المعلومات وعدم يعني فلترتها، ده بيأثر بشكل كبير جدا على حجم الأزمة. احتكار المعلومات الخاصة بالتنبؤ بالأزمات يعتبر من الأمور السلبية اللي بتتصل بمعوقات الاتصال والمعلومات، ومحدودية استخدام أنظمة الاتصال الحديثة للتصدي للأزمات. بنجد إن الإدارة بتعتمد على الأدوات التقليدية زي مثلا المؤتمرات الصحفية أو حتى النشر مثلا في الصحف، نشر بيان في صحيفة عن تعرض المؤسسة لأزمة اختراق معلومات أو سرقة بيانات أو ده طبعا أمور سلبية. يجب على المؤسسة إن هي تكون ملمة بالمستجدات وبالكيفية الحديثة اللي أقدر من خلالها أنزل منشور يكون فيه بيان صحفي باسم المؤسسة وعلى الصفحة الرسمية الخاصة بها، ووضح إن تم اختراق المعلومات وأنه جاري العمل على علاج المشكلة، أو أنه تم بالفعل التعامل معها وعلاج هذه المشكلة. إيه الأساليب اللي أقدر من خلالها إني أتجنب الوقوع في أزمة؟ أول حاجة إن يكون عندي فريق إدارة الأزمات. تاني حاجة تلقي الإشارات المبكرة للأزمة، وزي ما قلنا دي أهم مرحلة من مراحل يعني التصدي للأزمة ومنعها من الوقوع. تالت حاجة وضع نظام متكامل للمنظمة بيسمح لي بعملية الرصد والتقييم والتقويم بصورة فورية ومستمرة، وبالتالي هنا هتجنب الوقوع في أزمات من البداية. رابع حاجة هي تدريب الموظفين على إدارة الأزمة في حال حدوثها، وإني أبدا ما استبعدش فكرة إن المؤسسة تقع في أزمة تخص سمعتها حتى وإن كانت غير صحيحة أو ناتجة عن معلومات مغلوطة. الخلاصة، تناولنا خلال هذا الفصل مفهوم الأزمة والسمات الأساسية ليها،
قدرنا نفرق بين مفهوم الحادث والمشكلة والقضية والكارثة والأزمة، كمان العوامل المؤثرة على فهم طبيعة الأزمة، وتعرفنا على دورة حياة الأزمة وإدارة القضايا وطرق مواجهة الضغوطات وأساليب التخطيط خلال المراحل المختلفة للأزمة، سواء في مرحلة ما قبل الأزمة أو أثناء الأزمة أو ما بعد الأزمة، وكمان اتعرفنا على المعوقات التي تتعلق بإدارة الأزمات. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، وإن شاء الله ألقاكم على خير في المحاضرات القادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه.